ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرات كثيرة. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا، والذي لم يؤتى الحكمة يجعل من الصديق عدوا. يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة، والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله. نعم. أن تؤتى الحكمة. إذا أتاك الله الحكمة